حبايب قلبي الحلوين، السلام عليكم، يا رب يكون الجميع بخير. ان شاء الله الفيديو النهارده هيكون روتين صباحي خاص ببنوتي، لانه كذا حد قال لي احنا عايزين روتين الصباح لوحده وروتين المساء لوحده وروتين الشهر لوحده. فانا ان شاء الله هعملها لكم كده زي سلسله الفيديوهات ورا بعض باذن الله، هتنزل لكم ورا بعض. فالنهارده ان شاء الله يكون روتين صباحي، تابع الفيديو الاخر عشان تعرفي التفاصيل بتاعته. طيب يا حلوين، مهمة جدا ان انا اشربها مية، ده ضروري. المية حلوة جدا للاطفال ومفيدة جدا كمان للكبار، فبقى مية صغير كده مش هيضر حتى لو بترضع منك طول الليل. بعد كده بنيجي لحتة بقى ان احنا، لا يا حبيبتي استوعبي، احنا صحينا في حاجة غير النوم والاكل وتغيير الحفاض اسمها حياة، ان احنا ننزل ونروح ونيجي. فشوية العاب بقى بحطهم كده، بجيب البوكس كله على السرير ونقعد نلعب ونهزر شوية، تزغزغ شوية بتاع كده يعني علشان تفوق. فالسن ده اي حاجة فيها صوت، اي حاجة بتعمل اضاءة، اي حاجة بتشغل بيلفت نظرهم جدا، فضروري ان انت تقضي وقت في اللعب معاها، تعتمديش دايما انت سايباها كده قدام التلفزيون، خليش حاجة تاخد دورك، ضروري ده دورك انت ايا إن كان كنتي مشغولة، ده دوري. بعد كده باخدها على الحمام، بغسل لها وشها بميه الحنفيه عادي جدا، بعد كده شغل الميه الدافيه عشان اشطفها منطقه الحفاض. انا بستعمل غسول الايدين بتاع ديتول، ده حلو جدا، حته صغننه كده واشطف الميه دافيه. ما تقلقوش مش هتعيا، لان انا مش واخداها من تحت الدش نازله بيها الشارع، يعني دي منطقه الحفاض فمش هتعيا، ما تخافوش. دي حاجة. الحاجة التانية، ما تعتمدوش على الوايبس بتغيير الحفاض، لانها اصلا معمولة للطوارئ، يعني المفروض ان انت في البيت، فوقت ما تعمل البيبي او هتغيري الحفاض خديها شطفيها تحت الحوض، هتتجنبي الالتهابات نهائي حتى لو انت ما بتستعمليش كريم للحفاض. بعد كده باخد لها، بطلعها بره الاوضه، بجفف لها جلدها كويس جدا، وطبعا بكون مسح لها بفوطه قطن تحت رقبتها طبعا عشان اثر النوم وكده. كريم الحفاض مش للتسلخات، مش وقت التسلخات بس، لا انا بستعمله بعد كل تغيير حفاض، حته صغيره الدنيا تبقى تمام يعني. بعد كده بحطها في الكرسي بتاعها، هي مرتبطه جدا بالفيل والاسد دول لان هما جايين اصلا مع الكرسي، فانا بعلقهم لها كده. واحنا كنت باباها عامل لها الكوره دي علشان تتحرك قدامها وتلفت انتباهها في الكلب وهي لسه صغننه شويه، فهي مرتبطه بيها برده فسايبينها مع الالعاب. وبشغلها فيلم كرتون، بلبسنا الاول وبعد كده احضر فطارها، لانه لا قدر الله اي كارثه ممكن تحصل في هدومها لو لبستها، تعرفين بيبي وكده ممكن يشد الطبق، تشد علبه الزبادي، تبهدل نفسها حتى لو لابسه بافيتا. فتجنبا للكوارث بلبس انا الاول واحضر فطارها وبعد كده افطرها، وفي الاخر خالص اخر خطوه ان انا بلبسها هي. بالنسبه اللي قالت لي لما قلت انا بنامها في السرير، ده السرير عمي جابهولي ساعه ما ولدته وكده. فالمهم يعني هو واطي، مشكلته بس هو حلو جدا وعملي جدا، بس هو مشكلته ان هو واطي، فانا عشان اعليه افتكست افتكاسه كده، لو عندكم السرير ده اعملوها. انا عندي الحاف فايبر بتاع اطفال، بتاع اطفال فصغنن مش كبير يعني، والمرتبه بتاعت السرير ده مش مبطنه قوي، فقلت علشان عايزه حاجه تكون مبطنه المرتبه وفي نفس الوقت تعليلي ارتفاع السرير المرتبه من جوه، رحت عامله ايه، رحت جايبه المرتبه بتاعته بالكفر بتاعها، لفتها جوه الحاف الفايبر وحطيتها في السرير، بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبقى عالي جدا وزي الفل مريحني. احط جنبي على السرير بتاعي، جنبه لازق فيه، مصحى من النوم تعيط يا دوب امد ايدي اخدها ردعها وارجعها تاني. وما ان السرير جالي ازرق فاصفر، فكانت البطاطين ازرق فاصفر زي ما انتم شايفين، بطانية الصفراء والكبيرة اللي تحتها دي الزرقاء بغطيها بيهم. دي كوفيرت انا حطها لها فوق لحاف الفايبر عشان جسمها ما يتحسس من الفايبر، في اطفال جسمهم بيتحسس من اقل حاجة، وحطها تحت الكوفيرتا دي كمان مخدة صغنة عشان ميبقاش جسمها كله في ارتفاع واحد ونفسها يضايقها بالليل. فلو حد عنده السرير ده اعمله الفكره دي. حضرها الفطار والميه برضو لازم بعد ما تفطر، قبل ما تنزل كده من باب الشقه لازم تشرب شويه ميه من علبه الزبادي، وهفطرها معاها ثلاث تمرات كده، تمر مفيد جدا من بعد الشهر السادس، بقطعه له حتت صغننه خالص بالسكينه واقلبه في علبه الزبادي، ما تقلقوش والله بيتبلع، وكمان دي حاجه على السنه، فحاولوا اعداد فرديه 1 3 بس نزيد عن كده عشان في سكريات برضو. الفيدروب مهمه جدا، هي بتاخد 4 نقط المفروض لمدة سنة، ومن بعد السنة الأولى للسنة الثانية 5 نقط. مفيد ليك انت شخصيا في ايه بقى؟ الرضاعة، بتوقع الشعر جدا، واعتقد كلكم عارفين الكلام ده، ده غير ان هي بتوجع العظم جدا خصوصا الظهر والرجلين من قعدة الرضاعة، وكمان
توقع الاسنان. فالحاجات الفيدروب ليك انت اضطر يوميا مهم جدا. اصعب حاجه في اليوم ان انا اغير هدوم في الشتاء. الصيف الموضوع سهل قطعه واحده وشكرا، انما الشتاء بيبقى كذا قطعه، فبريح دماغي دايما من بالليل تكون هدومها متغيره، تاني يوم بمسح لها تحت رقبتها واغسل لها وشها، غير لها الحفاض، واقوم لبسها اللبس اللي هتنزل بيه. ده ترنج كده ثلاث قطع زي ما انتم شايفين، تقيل بطن كويس من جوه، وانا جبت له الارنوب ده، كان نفسي الاقي بطوط والله بس ما لقيتش. يعني اسمع علينا، هو فيه زعبوط وكل حاجه، بس انا الطواقي بالنسبه لي بتدفيها اكتر، ومش هلبسها لك لوك. هو الشراب ده حلو تقيل تمام. الترنج ده كنت جايباه من على جروب اسمه سولي بيبي تقريبا على ما اتذكر. قبل ما انزل بصرح لها شعرها، حتى لو لابسه طاقيه لازم اصرح لها شعرها ضروري، لانه احيانا بهلعها الطاقيه دي في الشغل، فعشان المنظر العام ميبقاش منكوش يعني. وطبعا لازم ارطب لها وشها بزيت جونسون، لان انا ببقى غاسله لها وشها عشان ما تنزلش الشارع مع الهواء وشها يجف، فضروري تهتموا بالترطيب. انا برطب جسمها كله باللوشن، وشها ببقى مرطباه بزيت جونسون. هعمل لها عصير برتقال اخده معايا الشغل النهارده، نغير شويه بدل ما اعمل لها هناك اعشاب، فنكسر كده شويه. وبكده هننزل، والروتين المسائي تشوفوه بعد ما نرجع بقى في فيديو واحد ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام.